اسعد الله صباحكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينه القنيطره، وحنا اليوم كنتواجدوا بالضبط بطريق الرابطه ما بين سيدي سليمان والقنيطره، الطريق الوطني رقم 1. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين افضل الاجواء في الطريق في هذا الصباح، وطريق سلام لجميع المسافرين ان شاء الله. طريق سلام عليكم، وكنتمنى لكم الخير ان شاء الله وهذا النهار الجمعه، وسمعكم اخبار الخير كذلك. كيف ما كتشاهدوا الضبابه كاينه في هذا الصباح، ضبابه قويه وكثيفه في هذا الصباح. اذا صباح الخير كل من التحق بنا مره اخرى، وكل ويا جمعه مباركه، الله يدخلكم بالصحه والسلامه وكل ما كنتمناو يا ربي يحق لكم. اذا دائما معكم من قناتكم قناه شوف تيفي. الآن في كيلومتر 9 الخرجة ديال مدينة القنيطرة، والطريق الوطني رقم 1 مؤدية إلى سيدي يحيى، سيدي سليمان وسيدي قاسم. إذا دائما معكم عبر المباشر متابعين الأفاضل، متابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب، هذا البث المباشر من الطريق الوطنية رقم 1، رابطة ما بين سيدي سليمان وما بين القنيطرة وسيدي سليمان. طبعا اللي داز من هذا الطريق يعرف حنا فين كنتواجدوا بالضبط. هذه الطريق اللي الخروج من المخرج او المخرج ديال مدينة القنيطرة. إذا كنتمنى من جميع المتابعين الأفاضل أنكم تبارطاجيو فضلا وليس أمرا، ومرة أخرى كنقول لجميع المتابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي جمعة مباركة، الله يدخلكم بالصحة والسلامة وكل ما كتمناو يا ربي يحقو لكم. كذلك نتمنى أنكم تسمعوا أخبار الخير إن شاء الله يا ربي في هذا الصباح، صباح يوم الجمعة. ايضا كنتمنى نشوف تعليقاتكم كديال الاجواء عندكم بالنسبه لمدينه القنيطره، في الاجواء بارده وايضا كاين واحد الضبابه كثيفه. وهذه مناسبه كنقولها لجميع السائقين، ردوا بالكم في هذه على الضبابه هذه. كيف ما كتلاحظوا معنا راه كاين واحد الضربه قويه في هذا الصباح. اذا تحيه لكل المتابعين اللي تحقوا بنا سي عبد الهادي.
ابداعات عفوا صغير ابداعات. مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر، ومرحبا بكل المتابعين اللي تحكوا بنا في هذا الصباح. صباح الخير عليكم وجمعه مباركه، الله يدخل لكم الصحه والسلامه وكل ما كتسناو يا رب يحقوا لكم. ايضا التحق بنا الان محمد كروم، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر وجمعه مباركه، ان شاء الله تدخل عليك الصحه والسلامه وكل ما كتمنى يا ربي يحقو لكم. كذلك التحق بنا الان جواد، مرحبا بك سي جواد في هذا البث المباشر من مدينه القنيطره، وحنا الان بالضبط بالطريق الوطنيه رقم 1 الرابطه ما بين القنيطره وسيدي سليمان. شكرا على تعليقاتكم الجميلة. إذن دائما معكم في هذا البث المباشر في الطريق الوطنية رقم 1 المؤدية إلى رابطة عفوا رابطة ما بين قنيطرة وسيدي سليمان. طبعا كندوزو على سيدي يحيى. طبعا سيدي يحيى الغرب. مرحبا بك معنا سي عبد العاطي، كذلك محمد كروم وجواد. هذا البث المباشر من مدينة قنيطرة والطريق الوطني رقم 1 رابطة ما بين سي سليمان عفوا رابطة ما بين قنيطرة وسي سليمان. إذن كنقول لجميع المتابعين الجمعة مباركة، الله يسهلكم الصحة والسلامة وكل ما كتمناو يا رب يحقو لكم. وكنقول دائما للسائقين ردوا بالكم أن كاين واحد الدبابة قوية كيفما كتلاحظوا معانا. إذن ما بقي إلا نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاو في بث آخر إن شاء الله. إذن جمعة مباركة لجميع المتابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي، ما بقي إلا نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاو بث آخر إن شاء الله. كنتمنى لجميع المتابعين الأفاضل أنكم تبارتاجيو فضلا وليس أمرا. إلى اللقاء.